أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. أعلنت منظمة أوبك أن 8 دول بينها العراق زادت إنتاجها من النفط في شهر آيار الماضي، فيما انخفض إنتاج 5 دول أخرى. وقالت المنظمة أن إنتاج الدول الأعضاء في أوبك ارتفع بنحو 390 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 25,463,000 برميل يوميا بدعم زيادة الإمدادات من السعودية وفنزويلا وإيران والعراق. وأضافت أن الزيادات الأكبر جاءت من السعودية، إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 345,000 برميل يوميا ليصل إلى 8,466,000 برميل يوميا، تلتها فنزويلا مسجلة زيادة قدرها 45,000 برميل يوميا. كشف مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي عن إجراءات تنفيذية لرفع مستوى تقييم العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال مصدر في البنك المركزي أن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اتخذ عددا من الإجراءات للمضي قدما في التقييم الوطني للمخاطر، كتشكيل عدة فرق معنية بعملية التقييم الوطني للمخاطر، ومن خلال التنسيق المباشر مع البنك الدولي الذي تبنى عملية المساعدة الفنية الخاصة بهذا الموضوع. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تعد المرحلة التعريفية وشرح مفاهيم العملية للمجاميع الفرعية التي تم تحديدها، وكل حسب القطاع الذي ينتمي إليه. يشار إلى أن حكومة الكاظمي شكلت عدة لجان لمكافحة الفساد دون أن تسفر عن أي نتيجة تذكر. طالبت وزارة العمل بموازنة تكميلية لتأمين رواتب الرعاية وإطلاق الشمول الجديدة للفئات المستحقة. وقالت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية هدى محمود إن الوزارة تطالبت بإقرار موازنة تكميلية لعام 2021 تعتمد على فروقات سعر بيع النفط، مشددة على أن تكون التخصيصات الإضافية لهيئة الحماية أولوية قصوى في الموازنة التكميلية للحد من ارتفاع نسب الفقر وتأثير غلاء الأسعار عليها. وأضافت أن آلاف طلبات الشمول لأسر تقبع تحت طائلة الفقر ترد إلى الوزارة يوميا، ولعدم وجود التخصيصات الكافية فإن الشمول برواتب الرعاية بات مرهونا بالموازنة العامة. قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن اتفاقا مع البنك الدولي وفر لبلاده منحة بمبلغ 2 مليار دولار. وأوضح حمدوك أن حكومته وقعت اتفاقيات مع شركات عالمية في مجال المعادن والتنقيب، وستوقع في الأيام المقبلة على اتفاقيات أخرى في مجالات النقل والبنى التحتية والطاقة وتوليد الكهرباء والعديد من المشاريع التنموية في العاصمة الخرطوم. وأشار حمدوك إلى أن عددا من الدول أعلنت خلال مؤتمر باريس الأخير التزامها بإعفاء السودان من 15.5 مليار دولار، حيث تبلغ ديون السودان 60 مليار دولار. توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لإنهاء نزاع شديد بشأن الإعانات المقدمة لشركتي الطيران بوينغ وإيرباص المتنافسين، والتخلص التدريجي من رسوم جمركية عقابية تقدر بمليارات الدولارات. وأكدت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي أن الجانبين توصلا إلى شروط بشأن اتفاق مدته 5 سنوات لتعليق الرسوم الجمركية التي فرضت وسط النزاع بين الجانبين، مضيفة أنه يمكن إعادة تطبيق هذه الإجراءات إذا لم تستطع الشركات الأمريكية التنافس بنزاهة مع تلك الموجودة في أوروبا. إلى اللقاء.